من القلق أن يحاول إنسان أن لا يعطي الأشياء أكثر مما تستحق، وكذلك النوم الكافي والمبكر في غرفة مظلمة على علاقة بمجموعة من الهرمونات التي لها علاقة بصحة الإنسان، وهي مادة الميلاتونين ومادة السيسميتوكسي حامل ومادة الفالونتونين. بمعنى هذه العوامل تؤثر على صحة الإنسان، وبالتالي يجب الإنسان أن يراقب هذه الأشياء وأن يكون نمط حياته أن يكون طبيعي. في هذا اللقاء سنتحدث عن قضية نمط الحياة وصحة والسرطان، وسأعطي مثال معروف في عالم النحل. الياقات يعني كيجيو من نفس البيضاء ولهم نفس الجينات، ولكن بعض الياقات يتحولنا إلى ملكات، والأخوين كيتغيروا إلى يعني تحولوا إلى ذكور وإلى إناث، وإناث يعني عاقمات لا يلد، ويعيشنا حوالي 4 أسابيع في الصيف و4 أشهر في الشتاء، لكن الملكة تبيض وحجمها كبير وتعيش 5 سنوات. فقط الخلاف فقط الغذاء الملكي. الياقات اللي عاشوا أو تغدوا على الغذاء الملكي تحولنا إلى ملكات، بمعنى أن، وهذا لا أريد أن يعني أستفيد الحديث في هذا الباب، ما نسميه نحن في علم الوراثة البيجينيتيك، يعني الميتولاسيون دو الADN، يعني الميتولاسيون ديال الجينات، ميتولاسيون ديميتيلاسيون، يعني إنيبي ولا أكتيفي، بمعنى أن قضية البيئة تؤثر على الجينات، وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان. كنسميو احنا في علم الوراثة لا موديلاسيون دي جين بار لانفيرمون، بمعنى أن قضية البيئة تلعب دور مهم لصحة الإنسان. عدد المصابين بالسرطان في العالم تفوق 14 المليون في العالم كل سنة، من بينهم أكثر من 8,200,000 تموت سنويا نتيجة السرطان، بمعنى أن الرقم مخيف. إذا استثنينا العامل، بطبعا العامل الجيني يلعب دور ولكن ضئيل، يلا تعدى 20%، بمعنى حوالي تقريبا 85% من نسبة السرطان على علاقة بنمط حياة الإنسان. حتى قضية مثلا أخذوا مثلا التوأمين، فقط 15% من التوأمين اللي عندهم تقريبا عندهم نفس السرطان، بمعنى واخا توام ماشي ضروري يكون عندهم نفس السرطان، أو اللي يقدر واحد يكون عنده السرطان واحد ما عندوش، بمعنى أن العامل الجيني موجود ولكن يلعب دور ضئيل. إذن قضية السرطان عنده علاقة ببيئة الإنسان. حتى قضية لو تحدثنا عن قضية توزيع السرطان في العالم، فهو توزيع غير عادي، وهنا يعني نستنتج بأن قضية، وهذه دراسات نستنتج بأن قضية السرطان على علاقة بالبيئة. نأخذ مثلا في الدول المتقدمة، كل 100,000 يصابون 250 شخص بالسرطان، عكس في مثلا في الدول الآسيوية فقط كل 100,000 كتجينا 100، بمعنى الدول المتقدمة أكثر عرضة بالإصابة بالسرطان من الدول الآسيوية. حتى قضية نوع السرطان يختلف، نوع السرطان يختلف من بيئة إلى بيئة. لو أخذنا مثلا في الدول المتقدمة سرطان ديال المثانة الغليظ وسرطان ديال الثدي وسرطان البروستات، هذه موجودة في الدول المتقدمة مثلا أمريكا الشمالية وفي أوروبا. هذه نوعية ديال السرطان يعني الكولو يعني المثانة الغليظ والثدي والبروستات. Est-ce que je fais la traduction en même temps ou je parle qu'est-ce que vous voulez, est-ce que je fais la traduction en même temps? قلت بأن قضية نوعية السرطان تختلف، مثلا في قضية ناخذ مثلا سرطان ديال الثدي وسرطان ديال المثانة الغليظ وسرطان البروستات موجود في الدول المتقدمة، عكس في الدول الآسيوية نجد مثلا سرطان ديال الاستوما وسرطان ديال المريء وسرطان ديال الفوا. فيما يتعلق
مثلا ناخذ مثلا في ساتن دي سيدي في الولايات المتحده كل 100,000 فيها 100 سيده، ولكن لكن نذهب الى تايلاند يلا فقط 8 من 100,000 ساتن. كذلك المصان الغليظ ناخذ مثلا في الدول المتقدمه 50 حاله كل 100,000، ولكن في الهند يلا 5 الحالات. ساتن البوستات اليابانيون اقل عرضه من ساتن يعني بساتن البوستات، وتايلاند تقريبا 100,000 100 مره اقل بمعنى من 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 الدول المتقدمه، بمعنى اليابانيون والتايلاند اقل عرضه من ساتن البوستات على مقارنه بالدول المتقدمه. Je fais un peu de traduction que notre mode de vie, il conditionne si vous voulez, notre santé. Et je vais donner un exemple. Les abeilles, vous savez que les abeilles, il y a les ouvrières, il y en a les faux-bourdons, les mâles, il y en a la reine. Ils proviennent de la même œuf, donc le même génome, même patrimoine génétique, mais n'ont pas le même destin. En fin de compte, en fin de ce qu'on appelle la métamorphose, transformation des de larves, il y a des larves qui se transforment en reines, il y a des larves qui se transforment en mâles et des larves qui se transforment en femelles. Les femelles sont stériles, de taille, ils vivent presque 4 semaines l'été et 4 mois durant l'hiver. Et pour la reine, il vit presque 5 ans, grande taille. Il est fertile, donc il pond des œufs. Donc rien que l'alimentation, parce que les larves qui se nourrissent de la gelée royale se transforment en reines, et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc rien que le mode de vie, rien que la nutrition, par exemple, dans ce cas, la nutrition, il a, si vous voulez, il a donné le destin vers des reines ou vers, bien sûr, vers des mâles ou vers des ouvrières. Je donne l'exemple, bon, bien sûr, il faut savoir que chaque année, il meurt presque 8 millions, plus de 8 millions de décès par an, et 14 millions de cas, de nouveaux cas de cancer. Bien sûr, si on écarte le facteur génétique ou l'hérédité, il intervient, mais faiblement, il intervient presque 15%. Et d'ailleurs, les mêmes jumeaux ne développent pas le même cancer, presque 15%. Donc, ce qui fait, le facteur génétique, il est là, mais il est faible, il est arrivé faiblement. Donc, c'est le mode de vie. Et je donne un exemple qui est concret, que la distribution, si vous voulez, de cancer n'est pas uniforme dans le monde. Par exemple, les 200, chaque 100 000 habitants, 250 cas en Occident et seulement 100 cas chaque 100 000 habitants en Inde. Donc, il y a le pourcentage, il est fictif, si vous voulez, il diffère. Et même la nature des cancers. Par exemple, en Occident, les cancers qui sont les plus connus, cancer du côlon, cancer du sein et la prostate, alors que les pays asiatiques, c'est le cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage, cancer du foie. Ça veut dire qu'il y a une variété. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes types de cancers. Et même si on prend, par exemple, les fictifs, on prend l'exemple du cancer du sein. Aux États-Unis, 100 000, seulement 100 cas. Alors qu'au niveau du Thaïlande, seulement 8 cas. Donc, il y a une grande différence. Si on prend le cancer du côlon, par exemple, c'est en Occident, 50 cas ou chaque 100 000. Alors, seulement 5 en Inde, seulement 5 chaque 100 000. Pour le cancer de la prostate, les Japonais sont moins touchés. Que les Occidentaux. Et également, les Thaïlandais sont moins touchés, presque 100 fois moins les Thaïlandais que les Occidentaux. Donc, si vous voulez, donc c'est le mode de vie qui diffère. Ça ne parle pas de l'asbab Satan. Mais il y a l'asbab Satan. L'asbab Satan, c'est la stihilak al-khoda wal-fawak. Wa qillat al-haraka, wa al-sumna, wa kadhalika qillat al-sum. والتدخين والخمر. ولكن سأركز في حديثي عن قضية الخضر والفواكه
وسأمر مع الكلام على قضية السمنة. Donc si vous voulez, le cancer est lié essentiellement à la faible consommation de fruits et légumes. Et le manque d'activité physique, il est lié à l'obésité, il est lié au tabagisme et à la consommation. الغداء أو التغذية قلنا في اللقاء السابق أن التغذية يجب أن تكون أولا طبيعية وأن تكون متوازنة وأن تكون متنوعة هذه الشروط الثلاثة زائد أن تكون سليمة بمعنى أن قضية مثل القلي وقضية الشواء تتكون مواد مستطيلة وربما يسمح لي وسنتحدث عن ذلك إذا أردت لذة الطعام تصحبه سلامة الأجسام خذ ما يكفي من الطعام على اعتدال من غير إكفاء ولا إقلال وقلنا في اللقاء السابق بأن الإعجاز أو علم التغذية ملخص في آية وكلوا واشربوا ولا تسيفوا إنه لا يحب المسيفين وأعطينا كذلك حديث وقلنا بأن ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للشراب بمعنى هذه القاعدة الأصلية في علم التغذية أن يكون أولا الغذاء طبيعيا فالأشياء الغير الطبيعية مثلا نأخذ المصبغات الكونسير المصبغات تحتوي على مواد مسرطنة مثلا نأخذ مثلا مادة النيتخات مادة النيتخيت تتحول في جسم الإنسان مواد مسرطنة للنيتخوزامين وكذلك مادة الملح مسرطنة قضية مثلا اللحوم المصنعة الشاركوتري تحتوي على مواد مسرطنة مثل مادة النيتخات ومادة النيتخيت مثل بعض المبيدات المستعملة في الزراعة ولائحة طويلة حتى قضية الإضافات اللي تضافوا في مثل 210-211 إلى آخر الإنسان يحتاط من بعض يعني هذه الأشياء الموجودة في الأغذية المصنعة دونك لاليمونتاسيون سي فولي لاليمونتاسيون اللي لي و ديتيرمين فوتر سونتي سي لي فولي اللي ناتوريل اللي ديفيرسيفيي Il est équilibré. C'est ça l'alimentation. Alors, on prend l'exemple, par exemple, les contaminants, les pesticides. On prend l'exemple, par exemple, liés à la cuisson. Il y a des formations d'hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques hétérocycliques. Ou à Kadalika. Également, il se trouve des nitrates, des nitrites, des sels, et ces substances, bien sûr, sont cancérigènes. L'alimentation, il est cancérigène par la quantité et la qualité. On prend la quantité, par exemple, les viandes rouges ou transformées. Si on dépasse 160 grammes par jour de viande rouge, le cancer colorectal, il est augmenté de 35%. Si on consomme le poisson, on est protégé seulement 80 grammes de poisson par jour, on est protégé presque 30-31%. Donc la quantité c'est mauvais et bien sûr traitement culinaire, ça veut dire les grillades et les fritures. Il y en a bien sûr formation, ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines hétérocycliques qui sont hautement conseillés. Plus de 25. الأسماك إذا استهلكنا الأسماك نسبة السرطان تنخفض بحوالي 31% هذه واحدة إذا الكمية مسرطنة المسألة الثانية قضية يعني الشواء والقلي هذه مضرة بالصحة لأن تتكون أشياء مسرطنة وتحدثنا عنها كذلك مرات بأن قضية القلي والشواء هذا يضر بصحة الإنسان تتكون مواد مسرطنة أكثر من 25 مادة مسرطنة. فيما يتعلق تحدثنا عن اللحوم قضية الشحمة. الشحمة مسرطنة وخاصة السرطانات اللي عندها علاقة بالهرمونات مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات بمعنى إنسان لا يكثر من الشحمة
والإنسان شيء مثل الخوف اللي مثلا ماشي يكون السمين بزاف والعجل اللي ماشي يكونش بسمه لان الدهنيات مضره بصحه الانسان. الملح تحدثنا عن الملح، الملح مضره، الملح مسرطنه. هي المنظمة العالمية للصحة توصي باستهلاك حوالي 6 غرامات ديال الملح في اليوم، والكثير من الملح يؤدي الى سرطان ديال المعدة والى سرطان ديال المسار الغليظ وحتى قضية مثلا الحلق والمغيب. إضافة على ذلك أنها كترفع من 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 الضغط وتؤدي الحصى في 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 الكلى والمسائل الكبدية. Également, les graisses, c'est cancérigène, et surtout les cancers qui sont hormonodépendants, à savoir cancer du sein et cancer de la prostate. Également, le sel ou les sels, le sel et les cancérigènes, non seulement les cancérigènes, mais également, on prend l'exemple du cancer de l'estomac, cancer du côlon, cancer des voies aériennes digestives supérieures. Également, il y a formation des calculs ou l'étiase. Également, il entraîne, il engendre, il augmente la tension artérielle. Donc, l'excès de sel, c'est mauvais. Donc, on ne doit pas dépasser 6 grammes par jour. Concernant l'obésité, c'est mauvais. L'obésité, soit abdominale, ce qu'on appelle la adiposité abdominale, ou bien on prend le poids sur la tête au carré. Tout l'excès de matière grasse, c'est mauvais, il est cancérigène. C'est connu, non seulement il est cancérigène, mais il est en relation avec beaucoup de maladies. On a parlé l'autre fois, l'hypertension artérielle, diabète, etc. Alors comment l'obésité et les cancérigènes? Vous savez que nous respirons l'oxygène, bien sûr, pour la formation de l'ATP, de l'énergie. Et ben, 2 à 3 % de l'oxygène se transforme en radicaux libres, en substances cancérigènes. Et bien, si on est obèse, on va consommer plus d'oxygène et par conséquent plus de radicaux libres et par conséquent, on n'est plus exposé au cancer, plus exposé à l'athérosclérose, bien sûr, les vaisseaux qui se bougent. السمنة مسرطنة والسمنة على علاقة بمجموعة من الأمراض من بينها سرطان، ارتفاع الضغط، سكر الآخر. وكيف يعني السؤال لأن موضوع حديثنا الآن قضية السمنة بالسرطان. السمنة قلنا بأن الإنسان يستنشق حوالي الأكسجين الذي يستنشقه الإنسان حوالي 2-3% تحول إلى جذوع حرة، بمعنى إلى مواد مسرطنة، مواد تؤدي إلى تصلب الشرايين. كلما زاد الإنسان في الوزن كلما استنشق زاد في الوزن، بمعنى خصو طاقة زيادة، خصو أكسجين زيادة، وبالتالي ستكون عنده نسبة ديال إفراز ديال هذه أو إنتاج هذه الجذوع الحرة بكثر، وسيكون عرضة للسرطان ولأمراض أخرى تسميها لو ستريس أوكسيداتيف. لأن الناس اللي عندهم جذوع الحرة بزاف هما الناس اللي عندهم السكري والناس اللي سمان والناس اللي يديروا رياضة عنيفة ما كيكلوش الخضر والفواكه والناس اللي كبار في السن. الخضر والفواكه تحميك من 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 السرطان. لماذا تحمي الخضر والفواكه من السرطان؟ الآن معروف دراسة باللي أن استهلاك الخضر والفواكه يحميك 50% وسنعطي بعض الأمثلة. الذي يستهلك الخضر والفواكه محمي حوالي 50% من السرطان. لماذا؟ لأن الخضر والفواكه فيها مضادات للأكسدة. مضادات للأكسدة فيتامينات ومعادن ومواد كيميائية نباتية. غادي نهضروا عليها من فيتامين سي، فيتامين او، الكاروتينويد، الزنك، سيليوم إلى آخره. وفيها كذلك فيها الألياف. Pourquoi les fruits et légumes vous protègent contre le cancer et vous protègent presque 50%? Parce que les fruits et légumes, elles contiennent les antioxydants, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, les carotinoïdes, le zinc, le sélénium, les composés phytochimiques et les flavonoïdes. La vitamine C, la vitamine E se trouvent, la vitamine C essentiellement dans l'oxyde végétal. La vitamine E se trouve dans les végétaux. Le zinc également se trouve partout.
Donc il faut avoir bien sûr une alimentation qui bien sûr variée pour que l'insane يكون عنده يستهلك هاد المعادن وهذه الفيتامينات. ناخذ مثلا السيلينيوم. لان الخضر والفواكه بمعنى غذاء يعني طبيعي الغذاء متوازي غادي يجيب لك الفيتامينات ويجيب لك المعادن اللي غتحميك من السرطان. ما ناخذ السيلينيوم. السيلينيوم يحمي من السرطان لانه من المعادن المضادات للاكسده. موجود في الكاكاع موجود في دوك يعني اللي كنسميو حنا فواكه ديال البحر اللي تخوي الدماغ موجود في الكبد موجود في اللحوم موجود حتى في الحبوب مثلا قضيه الارز الكامل لو سيلينوم اللي اونتي او كونسير بوكو باسكو سي ان اونتي اوكسيدون اللي اونتي كونسير اللي اونتي اتيروسكليروز يل سي تروف دون لي نوا يل سي تروف دون لي فروي دو مير la viande se trouve dans les céréales, par exemple, pour l'exemple du riz. La vitamine E se trouve partout. Elle protège contre les maladies cardiovasculaires. Elle stimule le système immunitaire. Elle est anti-cancer. Elle se trouve dans les huiles végétales, les fruits oléagineux, par exemple, l'amande et noisette, graines de tournesol. La vitamine E, كذلك يقولنا الفيتامين سي فيتامين او مضاد للسرطان موجود في الاطعمه موجود مثلا في المكسرات موجود في الزيوت مثلا زيت الزيتون بمعنى ان دائما نقول عندما ينوع الانسان الطعام ديالو يعني يزود الجسم ديالو بما يحتاجه من هذه المواد المضاده للسرطان ومضاده للصلب الشرايين دونك الفيتامين سي كذلك الفيتامين سي يعني لها منافع كثيره وكنا نتحدث هنا على الجانب ديال 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 المضاد للسرطان هي تنفع سميتو المناعه تنفع قضيه مثلا الجحيبه في السعم لها منافع كثيره وكنا نتحدث عنها انها مضاده للسرطان لانها مضاده للاكسده موجوده في الكيوي موجوده في مثلا داكشي ديال الشيفلو موجوده مثلا في الفلفل الاحمر موجوده في داكشي ديال لي زاغريم الحوامض بمعنى موجوده بنسبه قليله مثلا في الطماطم بمعنى الانسان ينوع الطعام ديالو دونك لا فيتامين سي ايغالمون سي تو سيبستانس كي اونتي كونسير سي تروف بارتو الكيوي لو شو لي زاغريم لو بوافون روج الفريز سي لا ريزون بور لاكيل اون دي توجور يل فو فاريي فوتر اليمونتاسيون بور بيان سور بروفيتي دو دي فيتامين اي des minéraux qui vous protègent. La modération, on a parlé de la modération, de la diversification, parce que si l'excès, ça influence sur, bien sûr, si on, par exemple, on mange trop de viande, ça, on ne va pas manger trop de fruits et légumes, ça va influencer sur l'alimentation, bien sûr, qui doit être, bien sûr, équilibrée. Les composés phytochimiques, je vais un petit peu parler de ceci composé, bien sûr, miraculeux. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie naturelle. Pourquoi la chimiothérapie, on l'appelle les composés phytochimiques, c'est la chimiothérapie naturelle. On a dit l'autre fois, si vous consommez 5 fruits et légumes par jour et vous buvez du thé, vous avez consommé entre 5000 et 10 000 composés phytochimiques. On dit un cocktail de composés phytochimiques, anti-cancer et anti-athérosclérose. Je donne deux ou trois exemples. Par exemple, si on prend une pomme de taille moyenne, il contient 10 mg de la vitamine C, mais il a le pouvoir antioxydant, il a un pouvoir de neutraliser les radicaux libres presque 2250 ou 2225 équivalent à la vitamine C. Parce que les pommes sont riches en polyphénols. Et les polyphénols sont des puissants neutraliseurs qui neutralisent les radicaux. Les composés phytochimiques, ils neutralisent les radicaux libres, ils inactivent les substances cancérigènes et ils empêchent la formation des vaisseaux sanguins essentiels pour le développement des cancers. هذه المواد الكيميائية النباتية قلنا في اللقاء السابق بأن الذي يستهلك 5 أنواع من الخضر والفواكه متنوعة ويشرب الشاي الأخضر يكون قد استهلك بمجموع حوالي 5000 حتى 10000 مادة كيميائية نباتية بمعنى أنه استهلك
يعني صيدلية كاملة ونسميها العلاج الكيميائي الطبيعي، لأن هذه المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الخضر والفواكه تنظف الجسم من السموم المسرطنة، وقلنا بأن الجسم يفرز ب يعني 2-3% من الأكسجين الذي يستشقه الإنسان يتحول إلى سموم مسرطنة إلى جذور حرة. وقلنا في اللقاء السابق بأن الإنسان إذا كان عنده غير 70 كيلو يفرز من السموم حوالي 700 جرام من السموم المسرطنة. نأخذ بعض المواد اللي تقريبا يستهلكها الإنسان يوميا، مثلا نأخذ مثلا هذه الأشياء العجيبة، مثلا نأخذ الشاي الأخضر، فيه مادة يعني عجيبة، مادة تنظف الجسم من السموم المسرطنة، تعديل حوالي 200 مرة الفيتامين أو لبيغالوكاتيشين جامات. والخرقوم يحتوي على مادة عجيبة، مادة الكركم. مثلا نأخذ مثلا الحوامي، فيها مادة الليمونين. نأخذ مثلا قضية مثلا الثوم، فيه لسلفير دو ديالين. والطماطم، فيها مادة الليكوبين واللائحة طويلة، بمعنى أنني عندما أنوع طعامي ونوع هذه المواد الكيميائية النباتية بالألاف، وبالتالي أحمي جسمي من يعني من تصلب الشاي، وأحمي نفسي من قضية السرطان. Je donne un exemple des substances qui sont cancérigènes. On a bien sûr des milliers et des milliers. Je prends l'exemple de la curcumine qui se trouve dans la curcuma et les pégalocatéchine gâte qui se trouve au niveau du thé vert, les styles élagiques qui se trouvent au niveau des fraises, la limonène qui se trouve au niveau des agrumes. Il y en a la lycopène qui se trouve au niveau des tomates. Et bien sûr, la liste elle est nombreuse, donc des milliers et des milliers. Les polyphénols, vous avez poly, plusieurs. Phénol, يعني عندنا بنزين عنده OH، بمعنى أنها عندهم بزاف ديال يعني OH، وبالتالي يعني غادي نطفو الجسم من هذه الجذور الحرة، ولهم قوة أو قدرة عجيبة وقوة كبيرة لتنظيف الجسم من هذه السموم المسرطنة الجذور الحرة. أعيد بأن قضية ما نأخذ الشاي دائما أوكس الشاي الأخضر، ما تنغي كاس عادي فيه حوالي بين 300 حتى 400 ملي جرام ديال البوليفينول. قضيه مثل والبوليفينول فيه تقريبا 30 هاد يعني هاد بين 300 حتى 400 ملي جرام ديال البوليفينول، فيها 30 ملي جرام ديال ماده البيغالوكاتيشينغالات. وهاد البيغالوكاتيشينغالات يعني معروفه مضاده للسرطان. الانسان لكون ياخذ مثلا برتقاله حجم متوسط فيها حوالي 200 مادة كيمياء نباتية، 60 نوع ديال لي بوليفينول، بمعنى 200 نوع هذه في البرتقال حجم متوسط، 200 نوع ديال المواد الكيمياء النباتية، من بينها 60 نوع ديال المواد لي بوليفينول. دونك سي لي بوليفينول دونك سي كونو سون تري سي فولي دي نوتراليزون بويسون، اي نوتراليز لي راديكول ليبر. On a donné l'exemple, du pomme, le fait de consommer une pomme de taille moyenne 10 mg, il contient 10 mg de la vitamine C, mais il a un pouvoir de neutraliser les radicaux libres équivalent à 2250 de vitamine C. Ça veut dire que les pommes sont très riches en polyphénol. Le thé également, il est anti-cancer parce qu'il contient presque 30, une tasse moyenne contient presque 30 mg. De l'épigallocatéchine galate. Je vais vous donner quelques exemples fruits et protection anti-cancer. Si on prend les légumes crucifères, vous êtes protégé 50% cancer de la vessie. Si on prend les légumes verts, ils vous protègent jusqu'à, parce qu'ils sont riches en vitamine B9, les folates, ils protègent contre cancer de la prostate jusqu'à 75%. Si on prend les huiles végétales et noix, ils protègent contre le cancer colorectal 57%. Il y a beaucoup d'exemples, mais c'est le fait de consommer les fruits et légumes, vous êtes protégé parce que vous êtes protégé contre le cancer et maladies cardiovasculaires. Parce qu'il contient, si vous voulez, les composés phytochimiques, il contient des antioxydants. Ça a été un exemple ou un exemple qui a été fait avec le choda
والفواكه والوقاية مثلا من ساطع. مثلا ناخذ التين الأخضر يحمي من سرطان ديال 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 المسار الغلي حوالي 57%. وكذلك الزيوت وكذلك المكسرات مثل الكاكا يحمي من 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 سرطان ديال البروستات. مثلا ناخذوا مثلا قضيه السرطان ديال 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 لافيسي. الانسان ياخذ مثلا ياخذ ديك الشوفلو مثلا تاخذ تحمي جوسكا حتى 50%. لكن ناخذ الطماطم تحمي البوستات حوالي 25%، ولا لائحه طويله لان ربما نلخص لقاء اخر ونعطي يعني نلخص فقط الخضره والفواكه. انا من هذه الامثله بغيت نقول بان قضيه الخضره والفواكه تحمي الانسان من تصلب الشرايين وقضيه السرطان. نعطي مثلا واحد الغذاء عجيب هو زيت الزيتون. زيت الزيتون هو في دهنيات من نوع جيد مزيان، فيه فيتامين او يعني مضاد للاكسده، فيه الكاروتينويد مضاد للاكسده، فيه كومبوزي فينوليك مضاد للاكسده، وفيه مثلا ماده ليدروكسي تيروزون وتاكسي فولين. هادو كيأثروا على يعني تكوين ديال الشرايين الخلايا السرطانيه. وقضيت واحد الماده سميتها اوليوكانتال، هذه كذلك بحال ليبوبروفين مضاد للالتهاب، بمعنى ان قضيه زيت الزيتون مهمه، هي مضاده للسرطان ومضاده يعني مضاده لتصلب الشرايين، بمعنى ان الانسان يستهلك زيت الزيتون بصفه منتظمه. ولكن الانسان لا يدمش زيت الزيتون مزيان ويبقى، لان هي فيها طاقه كثيره. علاش؟ لان احنا كل غرام ديال الدهنيات عندنا 9 كيلو كالوري، بمعنى ان ما يمكنليش ناكل انا مثلا سيوطه ولا 100 مليلتر ديال زيت الزيتون تطلع على التغذيه المتوازنه. ناخذ فقط مثلا 25 حتى 50 مليلتر ديال زيت الزيتون. دونك لي زويل دوليف والويل دوليف اللي تري بون بور لا سونتي، كونتين دي زونتي اوكسيدون ريش اون فيتامين او لي بوليفينول كومبوزي لي كاروتينويد اكسيتيرا اكسيتيرا. مي الفو با ترو كونسومي باسكو تري انرجيتيك. 1 غرام دو لويل دوليف Et si vous voulez, il est équivalent à 9 kilocalories et par conséquent, on va influencer sur le régime équilibré. Donc, on ne devra pas dépasser 25 à 50 millilitres, presque 3 cuillères à soupe par jour. Les fibres alimentaires sont anti-cancers. Donc, vous savez que les fibres alimentaires sont des glucides non digérés par notre organisme et absorbent l'eau. Donc ce qui vit, il va absorber bien sûr, favorise ainsi leur élimination. Et bien sûr, les fibres alimentaires, bien sûr, ils influencent sur la cholestérolémie, sur la glycémie, et bien sûr les formations, ce qu'on appelle des acides, parce que les fibres alimentaires, c'est bon pour la flore intestinale. Il y aura formation des acides gras à courte chaîne anti-cancer. Ce qui fait le fait de consommer les fruits et légumes, 5 fruits et légumes, pain complet, vous avez consommé presque 18-20 grammes par jour de fibres alimentaires qui vous protègent contre le cancer. L'alif est موجود في الخضار والفواكه يعني هي وقاية من السرطان ووقاية من يعني تؤثر على امتصاص السكر وتؤثر على كذلك امتصاص ديال الكوليسترول وهي غذاء للعالم الميكروبات لان حوالي 100 مليار دو بكتيري 100 الف مليار من البكتيريا موجوده في المسار الغليظ والتي تحول هذه الاطعمه الى مواد مضاده للسرطان وهذه الالياف تمتص المواد السامه ويتخلص منها الجسم. ان من خصائص الالياف انها لا يهضمها جسم الإنسان وتمتص الماء وبالتالي يتخلص الإنسان من هذه السموم إذا كان الإنسان كلا شيء سموم مسرطنة. ربما يعني لنا نخليو الوقت شوية الأسئلة. قضية مثلا نأخذ البوستات الإنسان يعني مثلا لو الإنسان يأخذ يعني خضر والفواكه مثلا قضية مثلا الرمان قضية البصل قضية الثوم قضية الداي قضية الطماطم مثلا الكابويا كلها اشياء فيها مضاد الاكسده فهي وقايه
من ساعتين ديال البوستات. الاشياء اللي كديرنا ساعتين ديال البوستات هي قضيه لي غريس يعني الدهنيات. لا بريفونسيون دو كونسير لا بوستات il faut minimiser, il faut pas trop consommer si vous voulez les acides gras ou les graisses saturées. Et bien sûr, il faut consommer les fruits et légumes, par exemple, dans l'exemple des oignons, l'ail, thé, tomates, pastèques, carottes, la courgette, etc. Je crois, je vais laisser, parce qu'il y a le concert de ça, etc., mais je crois que c'est presque, je crois, il est 6h ou 6h, je ne sais pas combien, mais je veux laisser, si vous voulez, un peu de temps pour la discussion ou pour les questions. Allô? Oui, merci, mec. شكرا على هذه المحاضرة العلمية القيمة، بارك الله فيك دكتور. هناك بعض الأسئلة طرحها إنسان. السؤال الأول: ألا تعتقد أن المشي والأعمال التي تحتاج إلى جهد والتي أصبحنا نفتقدها في الوقت الحالي والتي هي تعتبر رياضة للجسم هي من أهم الأدوية المحاربة السرطان من الأكل؟ السرطان رياضة، أي رياضة تنشا الإنسان سواء يتعلق بالمشي ولا سنيجي ولا السباحة ولا يعني الدراجة. الآن ثبت علمي مقالات عديدة بأن الرياضة هي مفيدة وهي وقاية من السرطان. صحيح، هذه معلومة صحيح، بأن ليس فقط وقاية من السرطان بل وقاية لأن الناس اللي كيمارسوا رياضة نسبة الـ HDL كتكبر عندهم ونسبة الـ LDL كتقل عندهم، وبالتالي وقاية من تصلب الشرايين. هي ليست فقط يعني كل الجسم كل الأعضاء تستفيد من الرياضة، ولكن الإنسان يجب أن يكون، لأن دائما نقول أن الرياضة والتغذية هما شيئان متلازمان، بمعنى الإنسان يكون ماشي الإنسان يكون التغذية طبيعية متوازنة متنوعة صافية تكون زيادة. لا، رياضة مفيدة، رياضة الصباح خاصها تكون داخلة في البرنامج ديال الإنسان. طرحت أنا الشق يعني الثاني من السؤال، لأن بداية السؤال يقول صاحبه: ألا تعتبر نوعية الأعمال والأنشطة التي نقوم بها هي سبب من أسباب إصابة الناس بالسرطان، حيث أن معظم الناس الذين يصابون بالسرطانات تجد أن الأعمال التي يقومون بها والأنشطة لا تكفي لحرق الدهون التي يتم أخذها من اللحوم وغيرها؟ تقريبا يعني نفس السؤال. نفس السؤال، نعم. لا شوف شوف الشطر الأول. شوف أنا نعطيك، شوف فيما يتعلق بقضية الرياضة خصها تكون داخلة في البرنامج ديال الإنسان. هذا ربما قال بأن خصو موضوع محاضرة وجاهزة قضية الرياضة والصحة. الرياضة أنا اللي نقول لك الرياضة خصها تكون، لأن الآن هذه معطيات المنظمة العالمية للصحة، اللي ما كيتحركش 30 دقيقة بصفة يعني كونتينيو كنحسبوه باللي إنسان لا يمارس الرياضة. الرياضة خصها تكون ما ليس فقط يعني وقاية لتصلب الشرايين، وقاية مثلا ارتفاع الضغط، السكري، الصحة إلى آخره. الرياضة تكون يعني يدخل الإنسان في البرنامج ديالو. الآن الناس ما كتحركش، وحنا الإنسان كشت اليوم السمنة استاد يعني شحال تقريبا 650 مليون مصاب بالسمنة في العالم، تقريبا 2 مليار ديال الناس عندهم زيادة في الوزن من جهة هالشيء. إذا عرفنا بأن أسباب السمنة هي الإصابة في الأكل مع قلة الحرارة نعكسوها. دونك أنا لوبيزيتي من جهة لوبيزيتي لا كونسوماسيون إلا سيدونتاريتي، وكونسوم ترو يسجل les aliments énergétiques mais on bouge moins. Il faut bouger et savoir manger. الإنسان يعرف الماكلة، savoir manger et bouger. هذه هي الرجل دي بالنسبة للإنسان باش ما تقيسوا السمنة، وبالتالي هي وقاية من ماشي غير لأن السمنة هي يعني هي عامل من عوامل السرطان، بل أن قضية الرياضة كما قلت هي مفيدة لجميع الأخوة. الإنسان يتحرك، مثل الإنسان إحنا مثل الإنسان يجيب اللوتو يحطها قدام الباب، ما كاش لكون يحل له الباب يدخلها حتى البيت فيني ناس.
الانسان ما تيخلي اللوطو ديالو واحد 500 كيلومتر بعيد على العمل، ولكن الانسان يقدرش من الشعلاج ديال العمل كل العمل لا يبعد اكثر من 2 كيلومتر. الانسان يعني يدير برنامج، نتمشى غير نتمشى كاع نتحرك، كلشي الجسم غادي يستفيد، لا القلب ولا الدماغ، كلشي غادي يستفيد. الشيء الذي نؤكد عليه، الانسان من يدير الرياضه خصو يستهلك الخضر والفواكه. لماذا؟ و 30 دقيقه من بعد يستهلك الشيء اللي فيها السكريات والشيء اللي فيها البروتينات، لان الانسان البروتينات حنا كنقولوا حوالي 0.8 غرام كل كيلو في 24 ساعه. هذه القاعده ما تطبقش عليه. الانسان اللي كيمارس لان كيفقد بروتينات خصو 1.2 غرام كل كيلو كل 24 ساعه، بمعنى خصو حتى تمشي حتى ل 1.6. بمعنى الانسان يستهلك شويه بروتين زايده. والبروتينات ماشي اللي كيتباعوا في الانترنت، البروتينات موجوده في الحبوب، موجوده في القطاني، والقطاني نقول انها لحوم فقاعات 18% بحال اللحم، موجود في البيض، موجود في اللحوم. بمعنى البروتينات موجوده، السكريات موجوده طبيعيه، والخضر الفواكه علاش؟ لان فيها مضاد للاكسده، لان شحال ما تتغيضها شحال ما عندي افراز ديال السموم والسرطينه، وبالتالي باش نستافد ندير رياضه في الطريقه ديما ناكلش مزيان وغادي نعكس على لا. اذا الانسان ياخذ خضر والفواكه باش تعطيه فيتامين سي، فيتامين او، لي بوليفينول، لي كاروتينويد، الزنك، السيليوم الى اخره، باش تنظف له الجسم من السموم اللي تكونت اثناء التمرين ديالو. شكرا. سؤال دكتور، ممكن واحد الترجمه يعني ولو موجزه على الفرنسيه العربيه؟ جو دي كو لو سبور، لو سبور سي non seulement il est en relation avec la prévention des cancers, c'est la santé, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention de l'obésité, ce que vous voulez. Mais il faut bien sûr, on a dit une personne qui bouge moins de ou qui pratique moins de 30 minutes par jour, c'est une personne qui est sédentaire. Ça se dit selon l'OMS. Donc il faut bouger. Donc il faut bouger, il faut pratiquer une activité physique 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Elle va protéger, bien sûr. Nous, on est sédentaire. Le mode de vie, il a influencé sur notre santé. Une personne qui a une voiture, pourquoi pas, si son travail n'est pas loin de chez lui, il peut aller à pied. Il a une vélo, il utilise le vélo, la marche, au moins 30 minutes de marche. Il faut... N'importe quelle activité physique, c'est bénéfique pour la santé, y compris la prévention du cancer. Mais il faut avoir une alimentation adéquate. Il faut manger après le sport, il faut s'hydrater, parce que vous perdez du liquide. Il faut bien sûr manger des fruits et légumes. Il faut, parce qu'une fois que vous pratiquez une activité physique, il y a production de radicaux libres, qui bien sûr sont cancérigènes, qui provoque l'athérosclérose, alors que les fruits et légumes sont riches en vitamine C, en vitamine E, en carotenoïde, en zinc, en sélénium, ils vont neutraliser les radicaux libres qui sont formés lors de l'activité physique. سؤال ولي بالنسبة للمصابين بالمرض، هل هناك مرض يعتقد بمرض السرطان، هل هناك أغذية خاصة تمنع انتشار الخلايا السرطانية بجسم المريض؟ شوف، أولا قضية هذا، حنا مثلا ناخذ مثلا الناس اللي عندهم كونسير دو لابروستات. الناس اللي عندهم كونسير دو لابروستات، إلى إنسان قلل، وهذه دراسة دارت، قلل كونسير دو لابروستات البي اس ا، إلى إنسان قلل من الشحمة، يعني هذيك البي اس غادي تنخفض، ولا كثر من الشحمه ذاك البي اس غادي تطفى. عطيت مثلا، هذا عطيت غير مثال السرطان ديال الثدي. مثلا السرطان ديال الثدي عنده علاقه بالدهنيات، بمعنى انني نعم التغذيه تؤثر، مثلا الدهون انسان ماشي مزيانه، قضيه الخضره والفواكه انسان ينوحها، ولكن ماشي نقولوا حنا انسان غادي يبقى يستعمل الاعشاب ويستعمل الأغذية ويخلي الطبيب، لا، طبيب والتشخيص، لأن أحيانا يحتاج العملية، خصو نديرو الشعوذة أو نديرو داكشي ديال الإنسان. هذه ربما نعطي لها
يعني هذه خصها نصيفط لها في مجموعه في اوديو على الاقل واحد نص ساعه، نعطيها المايل ديالي ونعطيها بعد ريجيم، ولكن تتبع لي الطبيب، تتبع التحليلات وتتبع الاشعه وتتبع الطبيب، ونعطيو له الاشياء التكميليه، اشياء مثل عسل الحمى، مثل الانسان فيه شفاء، مثل الصباح الانسان ياخذ مثلا واحد المعلقه ديال العسل، ياخذ كما قلت قضيه الاشياء اللي تفيد الجسم، مثلا لان علاقه مثلا ناخذ مثلا ديك الميكروبات الموجوده في الجهاز الهضمي علاقتها بالسرطان، ناخذ مثلا الاشياء مثل الثوم، مثل البصله، مثل الخرقوم، نوع الاطعمه ديالي وبطبيعه الحال تحمي الاشياء اللي كنبيعوا نقولوا الناس بعدوا عليها، اشياء غير طبيعيه مسطنه، الاشياء المقليات والشيء وينشوى مسطن، هذه الاشياء اللي الانسان يبعد عليها، بعد القلي بعد الشواء، بعد هذوك السكر، الاشياء اللي السكر، لان خلايا السرطانيه تتغذى عن قضيه السكريات، ما غاديش تبقى عطيها الكونفيت ولا المشروبات الغازيه ولا المشروبات الطاقيه والمناضه داك الشيء، هذه اشياء يبعدها، قال الاشياء اللي غير طبيعيه الانسان يبعدها، وياكل الخضر والفواكه يبعدها قضيه الدهنيات، والقلي والشواء كذلك الانسان يبعدها. نعم شكرا. واحد نفسي غير يجيب الله يرضى عليك en français. Français, inchallah. Oui, j'ai dit que l'alimentation, si vous voulez, l'alimentation est cancer. Pour les personnes, l'alimentation pour les personnes qui, bien sûr, cancéreux. Vous savez que la grillade et la friture, c'est mauvais pour les personnes cancéreux et les personnes non cancéreux. Manque de fruits et légumes, c'est mauvais. Donc, il faut manger des fruits et légumes. Les oignons, lait, ce que vous voulez, le thé vert. Et bien sûr, moins de graisse. Et si vous pouvez marcher, c'est bon. Donc ça, c'est un résumé. Bien sûr, l'alimentation, il influence sur le cancer. Et bien sûr, donc, comme je viens de dire, trop de graisse, c'est mauvais. Moins de fruits et légumes, c'est mauvais. Donc, il faut avoir au moins 5 fruits et légumes, bien sûr, variés. Et si vous pouvez pratiquer une activité physique, c'est meilleur. Choukran. السؤال الموالي: ارتفاع الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها، هل لها علاقة فقط بالنظام التغذية أم لها علاقة كذلك بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان؟ le mode de vie bien sûr, le mode de vie, on prend l'exemple du diabète, l'hypertension et le cancer. نأخذ مثلا cancer de la vessie. تقريبا 90% سون دي زون برسك و بلوس. دونك تمشي تقلب في الانترنت تلقى شكون اللي تقاسو بالكونسي دو لافيسي لي زون اللي ليو طاباجيزم اسونسيلمون طاباجيزم. سا فو دير لو مود دو في فوالا مود دو في كونسير دو بومون لو طاباجيزم فوالا لو مود دو في. La recommandation de l'OMS concernant l'hypertension artérielle. La prévention de l'hypertension artérielle, les fruits et légumes, et l'activité physique, البيئة، القلي، الشواء، الخمر، التدخين، عنده علاقة بالبيئة. خذ السرطان اللي بغيت. ناخذ السرطان مثلا ديال البروستات. هو هرمون ديبوندون، بمعنى ترو دو غريس، دهنيات بزاف، سي موفي. نيموساتينا. ناخذ مرض السكري مثلا. السكري حنا عندنا البنكريا عند كيفاز دوك الخلايا بيتا كيفاز الانسولين. انت ملي تبقى تعطي انت تاكل واحد الكميه كبيره وخاصه السكريات سهله الهضم وما كتحركش هذا السكر منهم. حتى دونك قضيه لو ريجيم اليمونتير والاكتيفيتي فيزيك. وشوف حتى صحاب السكر إذا كان يتحرك ويعقب النظام ديال التغذية ديالو كتنقص له ديك الهيموغلوبين غليكي ديال 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 الناس 11 رجعها 6.5 حتى 5.5
فقط بنظام تغذية وقضية الحاجة. احنا ما نقولوش نقول لا غير، احنا دائما هذه الأمراض الخاطئة ما بعدش على الطبيب ديالي، ولكن المدفي هاك مع الطبيب هو اللي كي على حسب ديك ديال بحال السكر مثلا اللي مغلوبين كي 3 شهور هاك مع الطبيب نتبع معاه، ولكن نظام التغذية ماشي الطبيب انا يعطيني الدواء ومدين، لان الدواء زائد نظام يعني نظام تغذية سليم وقضية الحركة غادي يعني الانسان غادي السكر ديالو ينضبط. قضية الضغط تحدث عنه طبيعي نظام يعني نمط الحياة عنده علاقة بهذه الأمراض، ولذلك ماذا غصتهم تشحم الكبد. من كيجي تشحم الكبد؟ الاستياتوز هيباتيك. من كيجي الإصافي الأكل السكريات سهلة الهضم. الكبدة شو عند الكبدة؟ الكبدة هي معمل يقدر يخزن لك 100 غرام ديال السكر فقط، ما يقدرش يفوت 100 غرام. كي تفوت لي انت واحد تفوت لي انت تشرب لي انت مولد في النهار وتشرب لي العصير وتشرب لي كاتو وتشرب لي كي تفوت لي وتكثر لي تقعد تكثر غادي، وهي كشن الماكله كتحول شحمة البروتينات عندك سكريات السكر يتحول لشحمة. الكبده تبقى تصنع لك صافي 100 غرام ديال 100 غرام باللعت التخزين ديالها غتبقى تصنع لك الشحمة، والشحمة غادي صافي الكبده تشحم ومن بعد تشمع ومن بعد دير سرطان. الاستياتوز هيباتيك il est lié à l'alimentation. Trop de gras, trop de sucre, il entraîne la stéatite, il entraîne de la graisse au niveau du foie qui se transforme bien sûr en cirrhose et en cancer. Donc bien sûr le mode de vie, il conditionne notre santé, il est en relation avec l'hypertension artérielle, en relation avec le diabète, en relation ce que vous voulez avec le cancer. D'accord. شكرا دكتور. سؤال اخر، اسباب مرض البواسير لي زيموغويد وطرق وسائل تفاديها. alors les hémorroïdes ils sont liés à la constipation. يعني البواسير عندها علاقه بالامساك، من اسم الامساك يزيلوا على دوك لي فيسو لي فين وتما غادي يتكبد له داك الدم. هذوما سبب ديالو الامساك. والامساك من كيجي نظام تغذيه غير سليم، لان حنا باش كنعالجوا الامساك حنا الطبيب ما كيمشيو عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي باش يعالج لهم لي زيموغويد، كيعطيهم ادويه ديال العلاج ديال الامساك. يعني عالج لي الامساك غادي مزيان. كاين ادويه بلا ما نعطيو لها، لان ما يمكنش نعطيو ادويه هكذا، ولكن موجوده ادويه. ولكن العلاج الطبيعي يعني نعطي العلاج الطبيعي قضية ديال لي زيموغويد خاصك تعالج الامساك. والامساك باش تعالجو بجوج الحوايج، الخضره والفواكه والماء وقضية الحركة. الا بغيت المصاني يخدم الحوايج اللي كي تغذية، الشيء اللي كتطلق الكرش، زيت الزيتون، العسل، الكاموس، البقوق، ذاك الكحل، هذه أشياء فيها مواد اللي كتطلق. إذا يعقل الإنسان يشرب الصباح كاس ديال الماء على الخوا ويشرب واحد المعلقة ديال زيت الزيتون أو اللي ياكل زيت الزيتون وياكل ذاك الشيء ديال الكاموس التين عاجل المناسبة قريبي وجد التين، وياكل ذاك البقوق وياكل الخضر والفواكه في النهار ديالو ويشرب الماء ويتحرك. المصال مي كيدير سي دي رياضه، المصال كيخدم. هذا هو العلاج الطبيعي. نعم تي تراديكسيون سي لو بلا داكور. كونسينو لي زيموغويد سون اون ريلاسيون افيك لا كونستيباسيون، اي لا كونستيباسيون بيان سور اي لي ليي ا نوتر مود دو في ا نوتر اليمونطاسيون اي لا سيدونتايتي. دونك سي فو بوجي موان اي فو نو كونسومي با دو فروي ليغوم فو ايت كونستيبي. Alors, vous consommez les fruits et légumes, vous buvez de l'eau, vous bougez, et on donne quelques conseils, par exemple, l'huile d'olive, de l'eau à jeun, les figues, du miel, tous ces aliments sont bénéfiques, bien sûr, pour la prévention et pour le traitement de la constipation. Je crois. كيف أعرف أنني وصلت حالة السمنة؟
هل بالوزن أم بالمظهر؟ الوزن باش نعرفوا السمنة باش عارف ناخذ الوزن ديالي نقسمو على لاطاي على لاطاي على الطول ديالي المعاطين مثلا في 60 كيلو وفي 160 كنقسم على 160 جمعات خصني نلقاها بين 18.5 حتى 25 الا فات 25 حتى 30 هذا يعني زياده في الوزن الا فاتنا 30 عندي سمنه وهذه بصفه عامه فيما يتعلق بالشحمه في الكش واش عندي ولا ما عنديش بالنسبه للراجل نقبض واحد الميت ونعبر ما خصنيش فوت 100 سنتيمات يعني 100 سنتيمات هي هذه وما خصنيش بالنسبه للسيدات ما يفوتوش 9 سنتيمات يعني بمعنى 100 سنتيمات طول ديال الفونت بالنسبه للنوم و 90 بالنسبه للفا دونك هادشي هذا هو اللي باش نعرفوا سي لي ام سي سي اون برون لو بوا سور لا تاي او كاري il dépasse 30 on est obèse entre 25 et 30 nous avons un excès de poids entre 18 et demi et 25 nous avons un poids idéal سؤال آخر كيف يمكن التأكد من أن النظام الغذائي المتبع لإنقاص الوزن مناسب؟ الغذاء شوف الغذاء أنا شوف عطيت وصفات طبعا مجانا حنا ما كنخرجوش مجانا قضية جوج الحوايج اللي ينقص الوزن ديالو يتحرك وينقص من الماكلة بلا ما ينقص الخضرة والفواكه الخضرة والفواكه هي ما فيهاش طاقة بزاف لأنها عبارة عن ماء الخضرة 90% الفواكه 85% يبدي بها يبدي بالخضرة والفواكه يشرب واحد شوية الماء ويزيد نص ساعة عاد يبدي ياكل غادي يلقى راسو شبع لأن حنا باش كتمشي باش كنحسو بالشبعة كنحسو بالشبعة كنسميوها لي في فوليم يعني كنشع الطعمة ولا السكر يدخل للذات دابا ملي تاخذ الفواكه اللي فيها شوية السكر واحد 10 دقائق تدخل للدم الانسان يشرب الشبع دونك غادي تشرب الشبع عن طريق السكر اللي موجود في الفواكه وتشرب الشبع لان الخضره والفواكه تاخذ واحد الحجم في الاستوما وما فيهاش طاقه اذا الخضره والفواكه يبدي بها او تبدي بها السيده وتستنى واحد نص ساعه عاد تبدي تاكل والاكلات ما تكثرش لان وسيري الحوايج اللي فيهم طاقه ديك المقليات وديك الدهنيات وديك الحوايج اللي فيهم طاقه بزاف ما تكثرش منهم دونك سي فولي les fruits et légumes, c'est une prévention contre l'obésité. On commence par les fruits et légumes, presque une demi-heure avant, parce que les fruits et légumes sont essentiellement de l'eau. Les fruits, 85% c'est de l'eau, et les légumes, 90%. Et quand est-ce qu'on sent de la satiété? C'est une fois notre estomac est plein, et ce que joue le rôle, ce que joue le rôle des fruits et légumes. Les fruits et légumes, ils ont un volume, donc on va sentir de la satiété par effet volume. Et les fruits contiennent des sucres qui vont, des sucres rapides, par exemple fructose, il va entrer rapidement dans le sang, la glycémie ça va augmenter et bien sûr on va sentir de la satiété. Donc ça veut dire, je consomme par les fruits et légumes une demi-heure avant et je bois de l'eau et je ne vais pas trop manger, surtout les aliments qui sont très ou trop énergétiques, par exemple les matières ou les aliments gras. Merci. Je pense qu'il y a deux questions. Je vais vous donner une question. Merci. La question ما أهم النصائح التي يجب أن يتبعها أن يتبع الإنسان الذين لا عفوا بلاتي كي كتبها ما أهم النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من ارتفاع نسب الدهنيات في الدم لا ديسليبيديمي لا غير هذه السيلة لأن شوف أنا نكون نقول يعني لا ديسليبيديمي كاين ثلاثة الأنواع إما تكون عنده طلعة من LDL ولا تكون عنده هابطة HDL ولا تكون عنده التريغليسيريد طالعين مثلا التريغليسيريد اللي كيجي وانا ما عرفتش السيده شنو عندها
لي تريغليسيريد مين كيجيو لي تريغليسيريد كيجيو من السكريات سهله الهضم عطا الكونفيتير عطا المونادا عطا العصير الطبيعي انا لي تريغليسيريد كيجيو كيطلعوا لا الاشياء مثلا الانسان اللي كيمارس الرياضه الاش دي ال اللي كتكون عنده هابطه هي الاش دي ال غير باش نشرح للناس مزيان قد الكوليسترول الكوليسترول كيتصنع في الكبده وكيمشي للخلايا شكون كيديهم كيديهم ال ال دي ال ولا كان شي حاجه زايده بقات ما استعملهاش ما استعملش الخلايا ترجع للكبد كيرجعها الاش دي ال بمعنى انايا الا كان عندي ال دي ال بزاف غادي يدي لي بزاف الكوليسترول الخلايا تصلب في الشرايين كذلك اللي كانت عندي اش دي ال قليله اذا كل الكاميونات اش دي ال قليله غادي يخليو لي الشحمه في الخلايا سي موفي دونك سكوفي خصني ال دي ال ما تكونش بزاف والاش دي ال تكون بزاف الرياضه كدير هادشي هذا وياخذوا كياخذوا الاشياء مثلا اللي فيها دهنيات كتستعمل مزيان مثلا قضيه المكسرات فيها دهنيات من نوع جيد لافوكا مثلا قضيه زيت الزيتون هذه الاشياء اللي مفيده بطبيعه الحال اللي نوصي عليه قضيه ما يكونش الانسان لي زاليموغرا وما كيكثرش الانسان ديك الحوايج اللي تريغليسيريد عندها علاقه لما قلت بالسكريات الهضم ما يكثرش الانسان ديك الحوايج اللي حلوه بزاف. شكرا. سؤال اخر ان شاء الله غادي نقول ان شاء الله عند هذا السؤال هذا هل تختلف عدد السعرات الحراريه التي يحتاجها الانسان من شخص الى اخر مثلا من طفل الى شاب مراهق ورجل ومراه السعرات الحراريه نعم بطبيعه الحال كتختلف حنا غير بين الرجل والمراه الرجل خصو 2500 كيلو كالوري وبالنسبه للسيدات فيهم 1800 كيلو كالوري والناس اللي عندهم اللي عندهم رياضه كتحتاجوا اكثر من هذه النسبه بكثير بمعنى ان داكشي اللي كنقولوا حنا مثلا كنقولوا ودي الانسان مثلا الرجل كيحتاج واحد 2500 كيلو كالوري عندك السكريات والبروتينات كتعطيك كل غرام واحد كيعطيك 4 كيلو كالوري والدهنيات كل وحده كتعطيك 9 كيلو كالوري بمعنى ان اللي كنكد عليه هنا هذا السؤال ولو ان السؤال اللي جاوبنا عليه كتختلف النسبه بطبيعه الحال انا بالنسبه للانسان الا كان عندي عادي بالنسبه للسيدات عندها 1800 كيلو كالوري وتحسب خصك لا 60 غرام ديال الدهنيات ديال الدهنيات خصك واحد بالنسبه للسيدات خصهم 250 غرام ديال السكر وخصهم واحد تقريبا 100 غرام ديال اللحوم كافيه باش تعطيك الطاقه ديال النهار بالنسبه لنفسي بالنسبه للرجال 60 غرام ديال الدهنيات نفضل ديال زيت الزيتون ولا المكسرات ولا لافوكا اذا بالنسبه للرجال 60 غرام ديال الدهنيات وعنده واحد 100 غرام ديال اللحوم وواحد 330 غرام ديال السكر وداك الخضره والفواكه هذا هو بطبيعه الحال كتختلف من الاطفال وبين بين يعني بين السيدات وبين الرجال وبين الناس اللي عندهم حركه طبيعيه ولا كيمارسوا الرياضه. نعم شكرا. دكتور شكرا لك جزيلا على هذه المعلومات العلميه التي تتعلق بالتغذيه وصحه الانسان خاصه في رمضان. لقد فعلا استفدنا منك كثيرا من خلال هذه المداخلات ديالك العلميه. بارك الله فيك وكانت فعلا انها علميه وبسيطه جدا. اي نتمنى ان الاخوان كلهم اللي تبعوا معك يستفدوا منها ويتخذوها في الحياه ديالهم في الشعار ديالهم باش يتفادوا من عده هذه الامراض التي يصاب بها الانسان. جزاك الله بخير دكتور على هذه المداخله العلميه وشكرا لك مجددا. دونك ميرسي دكتور سي عبد الحميد بطريق de ces informations importantes sur la nutrition et la santé surtout le mois de Ramadan. Donc inchallah نتلاقاو معك في فرصه اخرى. بارك الله فيك وشكرا للجميع. شكرا ان شاء الله. قبل ان شاء الله نودعكم الاخوه والاخوات لنا موعد مهم جدا مع شيخ محبوب على الجميع والدكتور محمد راتب بن بوسي ان شاء الله فلنا لقاء معه غدا ان شاء الله على الساعه 8 بالتوقيت فرنسا فكونوا في الموعد ان شاء الله يعني وهو سنتصل به مباشره والان موجود حاليا في الاردن.
Donc, fakounou fi mouid inchallah. Donc, je vous informe, frères, sœurs, dont demain nous avons une rencontre avec notre cheikh, le bien-aimé docteur Mohamed Rati Bnaboussi, qui va inchallah intervenir demain à 20h, l'heure de France, demain. Donc, soyez tout le monde au rendez-vous. Barakallahu fikoum wa shukran li jami'. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.